تنسوش اللايك، ولو في ضيف جديد يشترك في القناة ليصلك كل جديد. أسعار الخضار اليوم: الطماطم يا جماعة وزن العداية 20 كيلو، تبدأ من 100 جنيه للا 180 و200 جنيه في سوق العبور للجملة. في التجزئة بقى يا جماعة سعر الكيلو من 10 إلى 15 جنيه. في تجار تجزئة عندهم ضمير، يعني شوية بيبيعوا الكيلو نص ب10 وكيلو ربع ب10، وساعات بيبيعوا النظيف ب10 جنيه، زي الحاج خليل اللي صورنا معاه، ده راجل محترم زي ما شفته في الفيديو. اللي ما شافش الفيديو هتشوفه في علامة الاي اللي فوق، وهنسيبه في وصف الفيديو. الخيار يا جماعة من جنيه الى 2 جنيه في سوق العبور للجملة. في التجزئة طبعا 3 كيلو ب10 جنيه، وفي الكيلو يصل الى 5 جنيه. البتنجان يا جماعة من جنيه الى 3 جنيه حسب جودة الزرع، ده البتنجان من جنيه 3 جنيه في سوق العبور. في التجزئة يا جماعة من 4 الى 6 جنيه. البتنجان الابيض الحشو من 2 جنيه الى 3.5 في سوق العبور للجملة. في التجزئة طبعا من 6 الى 8 جنيه. الشطة يا جماعة من 2.5 الى 3.5 في سوق العبور. في التجزئة بتبدأ من 5 الى 7 جنيه. الفلفل يا جماعة من 2 جنيه الى 3 جنيه في سوق العبور للجملة. في التجزئة طبعا بيبدأ من 5 الى 7.8 جنيه. الكابوتشا يا جماعة اللي هي الحمراء او الخضراء، الواحدة تبدأ من 5 جنيه الى 6 جنيه في سوق الجملة. في القطاعي بقى الواحدة من 10 ل12 جنيه. البامية يا جماعة اللي كانوا بيقولوا ان هي كانت في شهر رمضان ب100 و120 و130، وفي سوق التجزئة ب150، دلوقتي البامية يا جماعة من 10 الى 15 جنيه. كل طبعا حجم البامية بيكبر سعرها طبعا بيقل. طيب من 10 ل15 جنيه ده في سوق التجزئة. طيب في سوق عفوا في سوق الجملة من 10 ل15، في سوق التجزئة طبعا من 20 الى 30 جنيه. طيب التوم يا جماعة، طبعا التوم اختفى من السوق، تمام، يعني ضنيني ان لقيت توم في السوق. طيب ايه الحكاية بقى؟ هنعرف حكاية التوم. طبعا التوم سعره ما كانش فيه اسعار توم خالص السنة دي، فالناس طبعا زهقت، تمام، في اللي باح طبعا غصب عنه، لان ان كان عليه مثلا فلوس ايجار او سماد او كده فعايز يسدد فباع غصب عنه. في مزارعين طبعا خزنت التوم، تمام، لحين ان يتحسن سعره، وفي تجار اشترت توم بكميات كبيرة طبعا، ده حاجة اكيد يعني، تمام، اشتروا التوم طبعا فبيخزنوه، لما يتخزن هو هينشف ووزنه هيقل، بس سعره هيرتفع جدا، وكمان شوية التوم هيظهر تاني في السوق وهيبقى سعره غالي جدا جدا جدا، ممكن يصل الى 15 جنيه و20 جنيه للكيلو. طبعا التجار كالعادة يعني، حتى تجار السلع الغذائية برضو بياخدوا الحاجة ويخزنوها، وتجار التوم برضو والبصل كذلك الامر، مع ان البصل سعره ضعيف جدا. البصل يا جماعة في سوق التجزئة الكيلو ب2 جنيه، وفي بيبيعوا التلاتة كيلو ب10 جنيه، يعني يعتبر ان هو في سوق جملة البصل من 1.25 جنيه الى 2 جنيه، ما يجيبش كمان 2 جنيه، من 1.25 جنيه لجنيه ونص كمان. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.